النهارده ضفنا نجم شاب جسد في مسلسل الاختيار دور احد ابطال القوات المسلحه وهو النقيب هشام. المفاجاه بقى ان هو كان بالفعل ضابط طيار قبل ان يتجه للفن، ويمكن ده اللي ساعده كتير جدا في تاديه الدور باتقان شديد. ليه العديد من الاعمال الفنيه، وكمان شارك ايضا في فيلم الممر، وهو النهارده معانا ومنورنا على شاشه اكسترا نيوز. هنتكلم معاه عن كواليس المسلسل، ازاي قدر ان هو كمان يجمع ما بين شغفه وحبه للفن وما بين كمان انتمائه العسكري، وده اكيد ساعده كتير جدا في تاديه الدور بهذا الشكل المقنع اللي ظهر قدامنا جميعا. معانا الشاب كريم العمري. صباح الفل. اهلا بيك. ازيك؟ ربنا يخليك. عامل ايه؟ تمام. كله تمام؟ منورنا وكل سنه وانت طيب. ربنا يخليك، انت طيب. في البدايه عايز اتكلم معاك عن مسلسل الاختيار. ده مش اول عمل ليك تجسده انك تطلع ضابط في القوات المسلحه، شفناك قبل كده برضو في فيلم الممر. كلمني عن مشاركتك في الاختيار، جت ازاي؟ ولحد دلوقتي يعني ردود الافعال على الدور. طبعا اول كل سنه طيبين، ويا رب بلدنا كلها طيبه، وبشكركم على الاستضافه الجميله في القناه المحترمه دي. انت اول مره تطلع بالمناسبه يعني انترفيو على التلفزيون. كان المسلسل الاختيار هو الترشيح جه عن طريق الاستاذ خيري سالم المخرج المنفذ ومخرج الوحده الثانيه. في الاختيار هم دايما بيختاروا الممثل مش بس كاداء تمثيلي او عمل ايه او كده، لا بيختار كمان تكون صفات جسديه وشكل وكده بتمشي كمان مع الكاركتر اللي هو بيقدمها. فكلموني قالوا لي انت عندك بكره تيجي تاخد المقاسات علشان اللبس بتاعك هنجهزه لك وكده، وعامل دور حد مهم جدا على طول. مفيش كلام. لا لا لا. هتيجي يعني تاخد المقاسات علشان بكره هنبتدي التصوير. لما اتقال لي الدور هو مين، انا عارفه. عارف الشخصيه نفسها. عارف الشخصيه نفسها. الحقيقيه اللي انا بقدمها. النقيب هشام. اللي كان النقيب هشام. هو دلوقتي مقدم. اوكي. بحكم ان انا كنت ضابط طيار في الجيش وكده، فطبعا كل زمايلي او كل الدايره المحيطه بيا، ضباط الصاعقه، الابطال اللي نفذوا معظم العمليات دي، صحابي اللي انا متربي معاهم ونخرج وبنروح وبنيجي، فانا عارف هشام كويس. عارفه وبسمع عن بطولاته وبسمع عن انجازاته وبسمع الكلام ده، وكان نفسي قبله من زمان. واتقابلنا في العمل واتكلمنا في العمل، لكن انا عارف كويس جدا هشام وعارف شخصيته من قبل ما نشتغل في الاختيار. فلما اتبلغت ان انا عامل شخصيه هشام، فعرفت ان دور مهم، دور مهم، لان هشام كان من اقرب الناس لمنسي، وهو يعتبر اكتر ضابط قعد، ضابط صاعقه قعد في سينا. يعني حتى في مشاهد لما منسي رحمه الله عليه بيروح وبيرجع تاني، فبيقول لي يا ابني انت كتبوا سينا باسمك، اكتر ضابط خدم هناك ومن اكتر الابطال اللي ليهم امجاد في سينا. وعشان كده بحب اوجه له التحيه واقول له ان انا فعلا اتشرفت ان انا اقدم الدور ده نيابه عنه. فده كان الاختيار بتاع الدور. على طول بقى ابتدينا التصوير وكده. طيب ايه النصائح اللي قالها لك؟ اتعلمت منه ايه؟ اخدت منه ايه عشان تقدر ان انت يعني تجسد شخصيته ودوره في المسلسل؟ يعني قعدتوا مع بعض قلتوا ايه لبعض عشان تقدر ان انت تعمل الشخصيه؟ هو احنا ما قعدناش قبل الدور، احنا اتكلمنا، لكن انا من الحكايات اللي كانت بتتحكي لي عنه انا عارفه كويس جدا، فكنت عارف الطريقه اللي بيتعامل بيها ازاي مع القاده بتوعه ومع الناس اللي تحتيه وكده. وبشكل عام بما اني كنت ضابط في القوات المسلحه ففاهم الجزئيه دي كويس. هو الضابط مش زي ما بيطلع دايما ان انا ضابط، فانا لا، الضابط بني ادم ومعظم الوقت بيقضيه كمان في شغله في الوحده مع زمايله، فبيبقى فيه روابط بينهم قويه جدا. فبالتالي بنبقى اصحاب، بيبقى فيه هزار، بيبقى فيه، بس بيبقى هزار بليمت، بيبقى هزار بحيث ان انا ما تجاوزش الاحترام، ما تجاوزش الادميات، ما تجاوزش الكلام ده. فهي دي الحاجات البسيطه اللي ممكن تبان في الدور، ان انا بهزر ازاي مع القائد بتاعي، بس في نفس الوقت ما بتجاوزش حدودي، بهزر معاه كاني اخو صغير. يعني في كام تريك كده، هي دي اللي الواحد بحكم خدمته قبل كده وحكم ان هو يعرف الابطال اللي كانوا اصحاب هشام والناس اللي كانوا معانا في المسلسل وكده، فهو ده اللي ساعدني طبعا. طب لما شافك بقف يعني بعد عرض المسلسل
قال لك ايه؟ قال لك تمام انت فرح جداً. قلتني كويس ولا كان ليه بعض الملاحظات؟ هشام يعني هو شبهي جدا في الشكل جدا يعني، بس هو طبعا احلى بكتير يعني. هو وحد متواضع جدا وحد بشوش ويحب الهزار وبيحب الحياه، ومش يعني مش ما عنده ما فيش الحته دي. ف شارب انا العلاقه ما بين الناس في الصعقه وازاي بيتعاملوا مع بعض وازاي روح المعنويه عندهم عاليه جدا والكلام ده من صحابي من الناس اللي انا اللي حواليا كلهم. محمد طارق الوديع، مقدم محمد طارق الوديع، وفي بطل كان معانا برضو كان معانا في الكواليس وفي التصوير، وكل ابطال الصاعقه اللي انا قابلتهم، بس يعني مش عايز اذكر الاسامي بتاعتهم، لكن هم عارفين كويس جدا ان انا بعني كل واحد فيهم يعني.